بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، عن عبد الرحمن بن عائش رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: الله. قلت: أنت أعلم أي ربي؟ قال: فوضع كفه بين كتفي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، ثم تلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: في الدرجات. قال: وما الدرجات؟ قال: المشي إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على السبرات. قال: وفيما؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قال: إطعام الطعام، وبذل السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. ثم قال الله عز وجل: قل: اللهم إني أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات
وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني. وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فتعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن لحق. حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصححه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. وهذه الرؤية هنا رؤية منامية، رؤيا منامية. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى في المنام رؤية قلب. وهذا هو الصحيح، فما من أحد رأى الله عز وجل بعينيه في الدنيا. قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي في الدنيا، وأما في الآخرة فيراه ويتمتع ويتلذذ أصحاب الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم. وأما ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فهذا ليس اختلافا بينهم في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فمن نفى نفى رؤية العين، ومن أثبت أثبت رؤية القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت نورا، أي في ليلة الإسراء والمعراج. وقال: نور أنا أراه. قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رأى ربه، وفي رواية عنه قال: رآه بقلبه. فعن ابن عباس رواية مطلقة رأى ربه، وعنه رواية مقيدة رآه بقلبه، والمطلق يحمل على المقيد، فيكون الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو رؤية قلب. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل في المنام، رآه في أحسن صورة. وأهل الإيمان يوم القيامة يرون ربهم عز وجل. واختلف العلماء في رؤية جميع أهل الموقف لربهم. في مذهب الإمام أحمد ثلاثة أقوال: يراه أهل الموقف جميعا، يراه المنافقون دون الكفار، يراه المؤمنون. والصحيح كما رجح ابن تيمية رحمه الله الأول، فإن الكافر يرى ربه عز وجل لكنها رؤية غضب، رؤية العبد الآبق من مولاه الغضبان عليه.
ثم يحجبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا من أعظم العذاب والشقاء أن الإنسان يحرم من رؤية ربه الكريم. فالكفار لا يرون ربهم عز وجل يوم القيامة رؤية نعيم. وإذا ما تجلى الله عز وجل للمؤمنين وفيهم المنافقون وكشف لهم عن ساقه سجد له كل مؤمن من كان يسجد له في الدنيا حقا وصدقا. وأما المنافق فيعود ظهره طبقا واحدا، أي ينقلب على ظهره عياذا بالله. وأما أهل الجنة فإنهم يتمتعون بالنظر إلى وجه ربهم الكريم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا أعمالهم الحسنى أي الجنة، وزيادة هي الرقي النظر إلى وجه الله الكريم كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل لهم: ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال أنس: هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، حجابه النور عز وجل، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم الكريم. ثم تلا صلوات الله وسلامه عليه قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويوم في الجنة يوم الجمعة وهو يوم المزيد، يزور فيه المؤمنون ربهم عز وجل ويقول لهم ربهم سبحانه وتعالى: أنا الذي صدقتكم وعدي، أنا الذي صدقتكم وعدي وأحللت عليكم رحمتي، وهذا محل كرامتي، فسألوني فيسألون حتى تنتهي رغباتهم. ثم يفتح الله عز وجل عليهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا يستبعد أن زوجات المؤمنين وهن في الخيام أن يرون الله عز وجل في ذلك اليوم أيضا. وجاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. أي هل يضر بعضكم بعضا من نحو ضيق أو زحمة أو تشديد في رؤية القمر وهو في السماء ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. وهذا تشبيه في وضوح الرؤية،
تشبيه للرؤية وليس تشبيه مرئي بمرئي، فالله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فنسأل الله الكريم أن يجعلنا ممن ينظرون إلى وجه ربهم الكريم في الجنة، وأن يجعلنا من أهل الجنة. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم الملائكة المقربون، ويختصمون بمعنى يتباحثون في ماذا؟ يتباحثون ويتبادرون ويزدحمون على رفع هذه الأعمال الصالحة إلى الله. فإن الملائكة تتقرب لله عز وجل برفع الأعمال الصالحة من المؤمنين إلى الله عز وجل، يتبادرون إليها، كما قال رجل بعد الرفع من الركوع: ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تبادر إليها 30 ملك أيهم يرفعها إلى الله عز وجل. فيما يتباحثون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أعلم أي ربي. أدب عظيم يعلمنا الإسلام إياه. إذا سئلت عما لا تعلم أن تقول الله أعلم، لا تتحرج من ذلك، لا تفتي ولا تتكلم بغير علم، إنما تقول الله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أنت أعلم أي ربي، وأي حرف نداء للقرين. قال: فوضع كفه بين كتفي، وهذا على الحقيقة، وفيه إثبات الصفات الذاتية لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فربنا عز وجل له كف ليس كأكفنا، إنما على ما يليق بكماله وجلاله، ونقطع الطمع عن إدراك الكنه والحقيقة للصفة. إننا نعبد ربا عز وجل، لا نعبد عدما ولا نعبد صنما، كما قال ابن القيم رحمه الله: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، الذي ينفي عن الله عز وجل الصفات كأنه يعبد عدما، لا يعرف ربه عز وجل. لذلك أسعد الناس بربهم هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة، الذين معتقدهم كمعتقد الصحابة رضي الله عنهم في الله وفي أسمائه وفي صفاته وفي ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض سبحانه، واتقوا الله ويعلمكم الله. يفيض الله عز وجل من علم ومواهبه على من يشاء من عباده، وفوق كل ذي علم عليم، وقل رب زدني علما. ثم تلا صلوات الله وسلامه عليه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم سأله ربه عز وجل فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد، قال صلى الله عليه وسلم:
وسلم بعد أن علمه ربه في الدرجات، أي فيما يرفع العباد درجات. قال: وما الدرجات؟ قال صلى الله عليه وسلم: المشي إلى الجماعات. المشي إلى الجماعات أي المشي إلى الصلاة في الجماعة، المشي في الصلاة، المشي إلى الصلاة في الجماعة من أعظم القربات ومن أعظم الأعمال التي ترفع في الدرجات وتحط الخطيئات. ورد في أحاديث كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه المشي إلى الجماعات، من خرج من بيته متوضئا وقد أحسن الوضوء يريد المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر، وهو قادم إلى المسجد خطوة ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، وهو قادم إلى المسجد فهو في صلاة، وهو قادم إلى المسجد أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنزل هو الطعام الذي يعد للضيف، يعد الله عز وجل للعبد طعاما في الجنة، يعد له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وكذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي من بيته يريد المسجد هو ضامن على الله، ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. وكذا ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه: في الذي يخرج من بيته إلى المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: كان كأجر الحاج المعتمر، كان كأجر الحاج المعتمر. انظر، تتخاصم الملائكة، يتباحثون، يتبادرون، يزدحمون أيهم يرفع هذا العمل إلى الله عز وجل. إذا خرج العبد من بيته يريد المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم: في صلاة الفجر، في صلاة الفجر يا مسلمون أين أنتم من صلاة الفجر؟ المساجد تشتكيكم إلى الله، تشتكيكم إلى الله، أين أنتم من صلاة الفجر؟ أمر عظيم، أمر عظيم والله، أن ينام الإنسان حتى تطلع الشمس، حتى يخرج الصلاة عن وقتها متعمدا. صلاة الفجر هو وقت صلاة الفجر، وليس كما مشاع عند كثير من الناس أنه يستيقظ بعدما يستيقظ من نومه بعد شروق الشمس ويصلي. لا، خطر، خطر كبير، لا بد وأن نصلي الفجر. مشديان يعلم أن المسلمين سيسترجعون الأقصى، ويعلم أن اليهود ستقوم عليهم قومة نهائية، لكنه قال: عندما يكون عددكم في صلاة الفجر كعددكم في صلاة الجمعة. إذن لم نصل بعد، إذن لم نصل بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين أي الذين يأتون إلى المساجد في الظلم، أي في ظلمة الليل، يأتون إلى الصلاة في المسجد بالنور التام يوم القيامة. يوم القيامة يوم مظلم،
أن يمر الناس على الصراط، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، وجهنم مظلمة ولا يضيء للإنسان إلا عمله، نور عمله الذي كان يعمله في الدنيا. فالله المستعان المشي إلى الجماعات وانتظار الصلوات، انتظار الصلاة أي بعد الصلاة، أي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة التي بعدها. وهذه من الأعمال العظيمة، بل ومن السنن المهجورة، ولا يقوم بها إلا القليل من العباد، مع أنها من أعظم الأعمال كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. المرابط في سبيل الله هو الذي يحرص على ثغر من ثغور المسلمين خشية دخول العدو منه، يترقب الشهادة، كذلك هذا يترقب ثواب الله سبحانه. وقيل الرباط الذي يربط صاحبه عن نار جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم، يقول: ما من رجل يتوطد المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب إلى غائبهم إذا قدم عليهم. إذا قدم عليهم ماذا يفعل الأهل عندما يأتيهم غريب ظهرت غربته واتقوا به؟ كذلك الله عز وجل يصنع مع عبده الذي يتوطد المساجد للصلاة والذكر. رأيت بعيني رجلا منذ سنين في أحد مساجد السنة، رأيت رجلا قد بلغ 90 من عمره، كان يختم كل يوم الختمة، يجلس في المسجد ولا يخرج منه، ولا يكلم أحدا، ولا يعرف إلا المصحف يتلو فيه، يتلو كلام ربه عز وجل. وهذا من الأعمال العظيمة ومن آيات الله في عباده، والله المستعان. وإسباغ الوضوء على السبرات، السبرات بتسكين الماء شدة البرد، وإسباغ الوضوء أي إيصال الماء إلى العضو بتمامه، شدة البرد قد تمنع الإنسان من أن يسبغ الوضوء، شدة البرد قد تمنع الإنسان كمن به مرض أن يتكاسل عن الوضوء أو عن إكمال الطهارة. فالعبد المؤمن إذا ما أقدم على الماء في شدة البرد لم يجد ما يسخن به الماء، وتوضأ في شدة البرد يقدم عليه، ويعلم أنه من أعظم الأعمال التي تقربه من الله عز وجل. هذا من الأعمال التي ترفع في الدرجات، ومما يختصم فيه الملأ الأعلى. إسباغ الوضوء على السبرات أي في شدة البرد أو في شدة الحر، كمن يجد نارا مسخنا من الشمس ولا يستطيع تبريده، فلا يمنعه شدة حر الماء من إسباغ الوضوء أيضا. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله، قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وفيما، أي فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال: في الكفارات، أي كفارات الذنوب، أي من الأعمال العظيمة التي تكفر الذنوب. قال: وما الكفارات؟ قال: إطعام الطعام، وبذل السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. إطعام الطعام، إطعام الطعام، لا سيما في أوقات المجاعات وغلاء الأسعار. ففي الأوقات التي نحن فيها، في هذا الغلاء الذي نعيشه، هناك من المسلمين ما لا يجد قوتا، هناك من المسلمين ما لا يجد كفاية. فالعبد عند ذلك يجود بماله ويتصدق بماله ويطعم الطعام، يوزع الطعام على الفقراء وعلى المساكين وممن لا يجدون كفاية. من أعظم الأعمال إطعام الطعام وبذل السلام. بذل السلام أي نشر السلام يا عباد الله، تحققت فينا وما يزال يزيد علامة من علامات الساعة، سلام المعرفة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سلام المعرفة. يعني لا يلقي الرجل السلام إلا على من يعرفه فقط، هذا من علامات الساعة، صدق صلوات الله وسلامه عليه. وما يزال في اضطراد، تجد الرجل يمشي في الطريق ولا يلقي السلام على أحد، لا يلقي السلام إلا على من يعرفه فقط، مع أن إلقاء السلام ونشر السلام من أعظم الأعمال وأعظم العبادات. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل السلام عليكم 10 حسنات، وإذا قال ورحمة الله 20، وإذا قال وبركاته قال 30 حسنة. كان من الصحابة كابن عمر من يخرج من بيته من أجل أن ينشر السلام في المسلمين، يخرج إلى السوق عبادة مخصوصة، يخرج لها من بيته مخصوصا، يقول لفلان: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ينشر السلام، ينشر السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال: أفشوا السلام، أفشوا السلام. سبب عظيم لنشر المحبة بين المسلمين، لنشر التآلف والتآخي بين المسلمين، لتقوية الروابط الاجتماعية بين المسلمين، نشر السلام. نحن بفضل الله مجتمع يتميز عن غيره من مجتمعات الكافرين، عندنا علاقات اجتماعية، عندنا أواصر اجتماعية. ولا تنس عبد الله أنك مخاطب بالدعوة إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. مخاطب بالدعوة إلى الله، ومن فقه الدعوة إلى الله أنك تجعل روابط وأواصر وصلات بين من تدعوه إلى الله. أفشوا السلام بينكم، ألقِ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. إذا كنت في منطقة لا بد وأن يكون
بين أهلها محبة وصلة، بنشر السلام، بنشر السلام مرة بعد مرة. يكون هناك تآلف، يكون طريقا للدعوة والنصيحة والتذكرة، ويكون ذلك أدعى إلى أن تقبل منا النصيحة. أقول لإخواننا الملتزمين بدينهم، أقول لإخواننا الملتزمين بدينهم، يأخذ عليكم البعض أنكم لا تلقون السلام إلا على من على شاكلتكم، ولا تلقون السلام على غيركم من الناس. هذا خطأ، إن فعله من لا يعلم قد يكون معذورا بجهله، أما أنت فلا تفعل ذلك، لا سيما وأنك تريد الدعوة والهداية للناس ورحمتهم وشفقتهم، فلا بد وأن تقوم بذلك. ألق السلام على من تعرف ومن لا تعرف، لن تخسر شيئا. حرك لسانك بالكلام الطيب، أوقف العقاب بينك وبين الناس، والسلام طريق إلى ذلك. ثم بعد ذلك النصيحة، كلمة طيبة. لو قلت له يا فلان هيا بنا نصلي، يا فلان دع هذا المنكر، فالله يقول كذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، لن صاع لك، لأنك كسرت الحاجز الذي بينك وبين السلام. صدق صلوات الله وسلامه عليه. والصلاة بالليل والناس نيام، هذه من صفات عباد الله الصالحين وشعار العابدين. الصلاة بالليل والناس نيام، تربية للإخلاص والمراقبة، ما فوقها تربية. أن تصلي في بيتك لا يراك أحد، تتململ بين يدي ربك، تدعوه ترجوه تضرع إليه وتنزل حاجياتك بين يديه. كان السلف يستنكرون أن ينام أحد وقت السحر، كما قال رجل لطاووس ألا تنام؟ قال وهل ينام أحد وقت السحر؟ وقت السحر وقت نزول رب العزة والجلال، نزولا يليق بكماله وجلاله، ينادي على عباده يقول من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. هكذا الله عز وجل ينادي على عباده، فمن يكون في ذلك الوقت؟ استعينوا بالله عباد الله، لنستعين بالله عز وجل على طاعته، ولنقم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فنحن في وقت لن نستطيع أن نقاوم الفتن إلا بالقلوب الصحيحة السليمة المملوءة بالإيمان، ولن نستطيع أن نواجه الفتن إلا بعمل صالح، والله المستعان. ثم قال الله عز وجل لرسوله قل اللهم إني أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين. إننا بالله إن لم نكن بالله فلسنا شيئا ولن نعمل شيئا، ففعل الحسنات توفيق من الله، وترك المنكرات بإعانة الله، وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني. وإن أردت بعبادك فتنة، أي فتنة مضلة تضل الناس، أو عقوبة شديدة أليمة تنزلها على عبادك، فاقبضني إليك غير مفتون. وهذه من الحالات
يجوز أن يتمنى فيها الإنسان الموت. وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فتعلموهن، فوالذي نفسي بيده إنهن لحق. نعم، كلام ربنا حق، وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم حق. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، إليك منيبين، لك رهابين مطوعين. اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، إلى غيرك لا تكلنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء، آمنة مطمئنة، وكذلك سائر بلاد المسلمين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تزول. اللهم وفق كل من يسعى إلى إقامة دينك، ووفق كل من يسعى إلى إقامة شرعك بين العباد. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا. اللهم من غلي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه، ومن أرادنا ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا وارحمنا وارحم صاحبنا.